سمكة جميلة لدرجة إن في جزيرة اعتبرتها أحد الرموز الوطنية للبلاد، قوية لدرجة إن في سلاح فرنسي اتسمى على اسمها. يا ترى تعرف إيه عن السمك الدولفين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم في قناة السمك اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السمك الطاير أو سمك الحمام. ممكن تلاقي اسمه عصافير واسمها العلمي إكسوسيتوس، وده جاي من كلمة في اللغة الإغريقية القديمة معناها الحرفي النوم في الخارج. طب اشمعنى التسميه دي بقى؟ بيقول لك ان الاغريق القدام لما كانوا بيمشوا بالمراكب بتاعتهم في الميه كانوا بيتفاجئوا بالسمكه دي بتنط بره الميه وتنزل مره واحده جوه المركب بتاعتهم، فكانوا يقولوا لها يعني انت سايب البحر ده كله وجايه تنامي في المركب بتاعتنا؟ كانت الظاهره دي بتحصل اكتر بكتير في الليل لانها عندها فضول ناحيه الضوء، لما بتشوف الضوء على طول بتنط ناحيته، فبالتالي كانت بتقع برده جوه المراكب. من هنا جت تسميتها في اللغه الاغريقيه القديمه النوم في الخارج، وجاء اسمها العلمي اللي هو ايه اكسوسيتوس. سمك الطائر اكتر حاجه بتميزه طبعا ان عنده جناحات، دي جناحين مساعدين صغيرين خالص موجودين في اخر الجسم من ورا، هتلاقيهم شفافين كده. بص جسمها بالطول من تحت لونه ابيض من ناحيه البطن، ومن ناحيه الظهر اللون كله لونه ازرق زهري، واللون ده وصل لحد العينين من فوق. زعنفه الديل عندها غير متساويه، هتلاقي زعنفه الديل من عندها من فوق صغيره ومن تحت كبيره. والحقيقه ان جسمها عامل بالظبط زي سمكه الزنجاريه اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، هتلاقي بالظبط نفس الجسم مع الفرق ان الزنجاريه عندها منقار من تحت، لكن سمكة الحمام عندها ايه جناحين كبار من قدام وجناحين صغيرين من ورا. وده منطقي لان عيلة السمك الطاير وعيلة اسماك الزنجارية هما الاتنين فروع في عيلة كبيرة اسمها الاسماك الابرة. عيلة السمك الطاير في منها اكتر من 60 نوع على مستوى العالم، تقريبا 64 نوع، منهم 7 موجودين في البحر المتوسط، والفروق بينهم بسيطة، يعني مثلا واحدة جناحها اغمق شوية او افتح شوية او اعرض شوية، او مثلا زعنفة الديل ارفع شوية او سميكة شوية، شكل الجسم مثلا او لونه، لكن طبعا ايه كلهم بجناحات. سمك الحمام موجود في كل محيطات العالم ومعظم البحار، بيعيش في المياه الدافئه الاستوائيه وشبه الاستوائيه، وهنا في اسكندريه غالبا بنشوفه في الخريف. سمك الحمام رغم ان هو بيطير في الهواء مسافات طويله، لكن ده ما يعتبرش طيران ولكن يعتبر انزلاق، يعني مش زي العصافير مثلا بيفرد جناحاته ويرفرف، لا هو بينط بره المياه ويفرد جناحاته ويبدا ان هو ينزلق على الهواء. الرحله الجويه العاديه لسمك الحمام هي 50 متر لو البحر عدل، يعني لو بحر عدل شبه ده كده مستوي ممكن سمكة الحمام دي تنط من تحت سطح المية وتقعد 50 متر على ما تنزل تاني. طيب لو البحر بقى أمواج فوق بعضه وجاب بقى سمكة الحمام دي نطت من أعلى موجة فوق خالص وفضلت بقى تنزل مع الأمواج لحد ما تنزل كده إيه على سطح المية تاني، تقعد بقى مسافات طويلة جدا، وأطول رحلة مسجلة في الهواء لسمكة الحمام هي 400 متر، أقصر ارتفاع مسجل ليها فوق المية هو 6 متر، يعني بمقام كده دورين في عمارة. أما سرعته بقى كانت مذهلة لأنها تخطت 70 كيلومتر في الساعة، وأقصى وقت مسجل ليه بره المية هو 45 ثانية، مع العلم إن أول طيارة اخترعها الإنسان قعدت في الجو 12 ثانية بس كل ده ولسه فيه مفاجآت. مش أنا قلت لك إن زعنفة الديل بتاعتها مش مستوية، يعني اللي فوق صغيرة واللي تحت كبيرة؟ ده سبحان الله له حكمة كبيرة جدا، وهي الديل تحت ده قوي بشكل أنت لا يمكن تتخيله. يعني هي بعد ما بتنط مثلا نفترض انها في البحر العدل ونطت مثلا 50 متر وخلاص نازله تاني، اول ما الديل تحت ده يلمس الميه بيقدر يديها دفعه تكمل كمان 50 متر. السمكه دي من رشاقتها وقوتها في سلاح فرنسي اتسمى على اسمها، وهو عباره عن سلاح مضاد للسفن اسمه اكزوسيت، وسموه كده لان يمكن اطلاقه من تحت الميه، وكمان في اول انطلاقه بيبقى ايه قريب شويه من سطح الميه. كمان الناس بتتفائل بالسمكه دي لدرجه ان في دوله اسمها ارض السمك الطائر، الدوله دي عباره عن جزيره في البحر الكاريبي وهي حاليا غيروا اسمها لايه بربادوس، لكن لحد دلوقتي السمك الطائر موجود في الباسبور بتاعهم والعملات وحاجات تانية كتير. سمك الحمام او السمك الطائر حياته عبارة عن مغامرة كبيرة، بتبدأ بالتزاوج واللي بيكون في الصيف بالليل والقمر طالع، بيتجمعوا في أماكن زي خليج المكسيك والشعب المرجانية موجودة في استراليا، بتكون أعدادهم ضخمة جدا لدرجة إن هي بسهولة بتتخطى مليون سمكة. أول ما بيتجمعوا بيعملوا زي حفلة كده كبيرة ويبدأوا يتحركوا حركات سريعة وفيها طيش ونوع من أنواع الهزار. الناس اللي شافت المشهد ده بتقول لك السمك بيتحرك أكنه سكران، تحس إن هم مجموعة من السمك سكرانين. بتبدأ الذكور والإناث ينطوا في الهواء، والأنثى وهي بتنزل بتروح جاية إيه رامية البيض بتاعها بحيث إن هو يلزق على أي حاجة، لو مثلا في طحالب أو شعاب مرجانية يلزق عليها، هو أصلا كل بيضة فيها شعرة كده صغيرة بحيث تساعدها في التثبيت. تبدأ الذكور ترمي السالم منه بتاعها مكان ما الناس حطت البيض بالظبط، يعني شوف مثلا أنثى نزلت هنا وحطت البيض بتاعها، الذكر ينزل وراها بالظبط ويحط كمان هو كمان إيه السالم منه بتاعه. شافوا المشهد ده بيقول لك كنا بنشوف ترزيع وتلطيش على وش المية، وكنا بنشوف آثار كده بودرة بيضة صغيرة اللي هي يعني إيه الحاجات اللي هم سابوها مكان منطق. بيقول لك الحفلة دي بتستمر لمدة ساعتين وبتسيب وراها التريليونات من البيض، ولما البيض بيفقس بتطلع الولدة كده الصغيرة على بقها اشكال شبه النباتات، تعيش اول ايام حياتها وهي متخفيه على هيئه نبات، اقصى سن مسجل ليها هو 5 سنين. طبعا السمكه دي لما بتكبر بتبقى الامور اصعب كتير، لان تقريبا كل انواع السمك العايم بيستهدفها زي المارلين والتونه، وبالذات بالذات بالذات هنا في اسكندريه اللامبوكا. طبعا هتقول لي يعني ده سمك طاير اصلا، فممكن السمك لما يجمع عليه وهو يطير ويطلع منه في الهواء؟
هقول لك ان هو لما بينط اصلا في الهواء بتلاقي الطيور مستنياه. واكتر طائر بيحب السمك الطائر هو طائر الفرقاطه، اللي هو عنده كيس كده زي البجع بس لونه احمر. بالنسبه للصيد، من الاف السنين يتم استهداف السمك الطائر بالضوء. يعني انت مثلا مركب تطلع تصطاد بالليل مثلا وتحط ايه ضوء، هو كده كده الضوء بيستهويه فينط من الميه يطلع على المركب. نفس التكنيك ده مستخدم حتى الان، لكن بدل ما يستنى ان هو يطلع على المركب بايه بيصطادوه بالشباك. بالنسبه للاكل، تعتبر سمكه الحمام الطائر درجه تانية في الاكل. هي طعمها حلو وكل حاجه، بس انت هتجيب كيلو تمام، والكيلو ده على ما تقص منه جناحات وتقص منه زعانف مش هتبقى منه حاجات كتيره، غير ان جسمها اصلا من تحت نص جسمها من تحت كله بطن او 80% منه بطن، فانت تقريبا هتاكل ظهر بس. تتعمل مقليه طعمها تحفه وجميل جدا، ومره صياد صديق عملها مدخنه بيقول لي كان طعمها روعه. على فكره من جمالها في الاكل سكان البحر الكاريبي قضوا عليها هناك تماما بعد ما كانت منتشره عندهم جدا، ودلوقتي بقت نادره عندهم جدا. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي.